السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا جالي إيميل دعوة إن أنا أجرب الميجوري، فده الكود أهوت. هو بيشتغل على ديسكورد، وده يعني زي منصة بنعمل عليها لقاءات واجتماعات. أقول له accept invite. هي الفكرة كلها ان هو الذكاء الصناعي تديله بعض الكلمات وهو يبدأ يعمل لك صور من عنده، تمام؟ تقدر تشوف الصور من هنا. هقول له هنا go to new، وهي ناس بتبدأ تكتب اي حاجة وهو يبدأ بقى يخترع لهم صور. ممكن نقول له مثلا ايه، انت نملة، و مثلا ايه تاني، او في حد مثلا كتب مثلا حد بيقرا كتب بالليل، فهو بيخترع لهم الصور. مثلا ممكن نكتبها ايه، انا كتبت له نايت ات نايت، تمام، منتظر بقى انه يرد عليا. كتب لي ويتنج ستارت، عمل لي صوره النمله اللي انا لسه كنت كاتبها من شويه، ومنتظرين بقى ايه ان هو يعمل لنا. انا بفكر ان احنا ممكن نستخدم ده، ان عندي مثلا فكرة مبنى فاخليه يفكر معايا مثلا. تمام، ممكن اقول له مثلا ايه building moon، ونشوف هيعمل ايه. بيلدينج مون اهو، بدأ يعمل مباني، يحط معاها مثلا قمر، فارس بالليل، نايت ات نايت. تمام، ممكن بقى نجرب مثلا كار باتمان، كار وبات، وايه تاني، و خلينا نشوفها كده. ده بقى نوع من انواع الذكاء الصناعي اللي اخترع صور واخترع تخيلات ويدمج حاجات مع بعض. طيب نقول له مثلا كوفي ويز مون ان ايجيبت، تمام، عمل له بيلدينج ومون اهوت. حطيت اهو مصر مع القهوة مع القمر بأشكال مختلفة. لذيذ يعني، ممكن الواحد يتسلى فيه شوية كده، يطلع أفكار حلوة كده يعني. دي تجربة من تجارب الذكاء الصناعي.